فيديو النهاردة هنحكي فيه حكاية. حكاية حلوة قوي على فكرة، وفيها معنى حلو جدا. تعالوا نسمع الحكاية سوا ونعرف ايه المغزى جوه الحكاية دي. مرة كان في غزالة حامل، قربت تولد، راحت مكان بعيد في أطراف الغابة جنب نهر. وفجأة وهي بتولد السماء غيمت، وجه برق قوي جدا عمل حريق في الغابة. بصت شمالها شافت صياد بيحاول يصطادها بسهم، بصت يمينها شافت أسد عاوز يفترسها. الغزالة يا هتموت من الأسد، يا هتموت من الصياد، يا هتنحرق في الغابة، يا هتغرق في النهر. المهم ان هي كل الاتجاهات اتقفلت في وشها، ومعادش ليها اي مفر خالص ان هي تتخلص من اللي هي فيه. طب هتعمل ايه؟ هتحزن، هتكتئب، هتعيط، هتجري. هتجري ازاي ضعيفة بتحاول تولد؟ هتستسلم للنهاية وتموت؟ نشوف الغزالة عملت ايه. الغزالة حاولت تعمل كل اللي تقدر عليه، ركزت في ولادتها. لما ركزت في ولادتها وركزت في اللي هي بتعمله، البرق عمى الصياد وخرج السهم اللي كان موجه ليها، راح على الأسد، موت الأسد. والأمطار نزلت بغزارة رهيبة، هدت وطفت الحريقة اللي كانت في الغابة، والغزالة ولدت بسلام. في حياتنا لحظات بنكون فيها محاصرين من كل الاتجاهات، أفكارنا، كتر تفكير، ناس صعبة في حياتنا، ناس متعبة، حروب داخلية، حاجات مسيطرة على تفكيرنا، كلها أمور أحيانا بتكون خارجة عن إرادتنا. نعمل إيه؟ لازم نكون زي الغزالة، نعمل كل اللي نقدر عليه، ونخلي الباقي على اللي بيرتب حياتنا كلها، نخلي الباقي على اللي خلقنا، اللي أرحم من الأم على ابنها. ربنا دايما بيصنع لنا الخير، وبيجعل واختياره لينا بيكون دايما هو الخير. بس ربنا عنده حلول لكل مشاكلنا وعلاج لكل جروحنا. ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير.